بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده عن إقفال نقاط البيع. بالنسبة لي أنا كمسؤول عن المكان أو كأمين صندوق أو صاحب محل، محتاج أعمل إقفال لمبيعات الكاشير اللي موجود عندي آخر اليوم واستلم منه، أو في نص اليوم أو في أيا يكن الوقت، أو أنا كنت مسافر وراجع من آخر مرة أنا عملت له إقفال فيها واستلمت الفلوس اللي موجودة معايا، سواء نادي أو شبكة، وقفلت له الوردية بتاعته. بضغط هنا على إقفال، بختار الكاشير اللي شغال اسمه إيه أهو، بختار اليوم، بعد كده بضغط على التالي، بيجيب لي سوف تستغرق العملية التالية بعض الوقت، هل تريد المتابعة؟ بقول له موافق، بيجيب لي عدد الفواتير اللي موجودة عندي وأنواعها إيه، تمام. بعد كده بضغط التالي، بيجيب لي فواتير المرتجعات اللي موجودة ومسددة طبعا نقدي. التالي بعد كده بيقول لي عندي كام فاتورة نقدي ومبلغهم كام، وكام فاتورة شبكة ومبلغهم كام. طبعا الكلام ده بقدر أطابق الشبكة مع موازنة الشبكة المطبوعة من ماكينة المدى الموجودة عندي، بيبقى مظبوط فيها عدد العمليات ومبلغها. أقدر أطبع الكلام ده عشان أطابق بيه عن طريق الضغط على أيقونة الطباعة، وأطبع الشاشة اللي موجودة عندي بالشكل ده كده، وأقول له طباعة في حالة إن أنا عاوز أطبعها بالضغط على برنت، أو أعمل لها تصدير لإكسل أو PDF عن طريق الضغط على إكسبورت، وأختار إكسل أو PDF أو وورد. خلصت، بضغط على الإكس وأرجع أكمل مرة تانية بالضغط على القوائم النشطة بتاعتي، وأختار اعتماد فواتير نقاط البيع. بكمل الخطوة رقم 5، بيجيب لي الفواتير سندات القبض اللي هتتعمل وسندات الصرف اللي هتتعمل، سواء على الخزينة أو على البنك. الشبكات بتدخل على البنك والخزينة بتدخل، النقد بيدخل على الخزينة. التالي بيقول لي إجمالي الفلوس اللي اتعملت عندي فواتير ب 34 ريال مثلا زي ما هو موجود، المرتجعات قد كده، إذا المتبقي قد كده. لو في عهدة وأنا ثابت العهدة هيقول لي العهدة اللي موجودة عندي قد إيه، أقدر أقول له طباعة مع الاعتماد أو لأ، وأقول له اعتماد. اعتمادي، يبقى أنا استلمت الفلوس والمبالغ مظبوطة وكل شيء عندي سليم بنسبة 100%. هيطبع معايا شكل التسوية بتاعتي بالشكل ده كده، اللي أقدر أطبعه وأرفقه مع الإقفال بتاعي أو مع إنهاء اليومية بتاعتي، وبعد كده بضغط على إغلاق.